أنت الآن بدك تهجي لبيت الله الحرام، ولا يسمح لك إلا من تقدم له صورة أو صورتين. بتشوف بتصور حالك عند هذا المصور ولا لا؟ أقول أنا هنا في ضرورة مجيزك أولا، وثانيا وهذا هو الأهم عندي بالنسبة لهذه المسألة، أن تحريم الصور ليس من باب تحريم للغاية وإلا من باب تحريم الوسائل. يعني خشية أن تنقرض هذه الصور يوما ما أداة إفساد العقيدة، خاصة ما يتعلق بعبادة الله وتوحيده. فإحلال الصور هذه اللي هي محرمة تحريم الوسائل وليس تحريم الغايات، هذه ممكن أن يوقع المسلم بشرطين اثنين، أن يكون في ذلك فائدة له، الشرط الثاني أن يكون في ضرر يمسه. واضح هذا الكلام؟ قوي يعني. ليش مش واضح قوي؟ أنا بقول ضرر فائدة يعني. ها؟ هذا مش خليك مش واضح، الكلام واضح، لكن انت بتريد تسأل سؤال على ضوء الكلام الواضح، ما في مانع انك تسأل، لكن لأنه في بالك سؤال وما طرحته وبالتالي ما أخذ جوابه بتقول كلامه واضح؟ لا، الكلام السابق واضح. مثاله، لو واحد سأل سؤال أن أكل الميت حرام ولا لا، كان الجواب نعم، أكل الميتة حرام بدليل القرآن الكريم، حرمت عليكم الميتة. طيب، واضح هذا الجواب؟ لا مش واضح. ليه؟ لأنه أنت في نفسك سؤال عن ميتة الجراد مثلا، ما بس تقول الجواب مش واضح، الجواب واضح لكن مش واضح باعتبار أنك أنت متخيل سؤال مش عارف شو الجواب على السؤال. ترى السؤال يصير أيضا الجواب عن السؤال المضمور واضحا أيضا. أنا بقول واضح الكلام السابق ولا مش واضح؟ واضح. السؤال مفهوم من نفس الجواب، بس هذا مش واضح عندك، معذور. أنا قلت ثلاث أمثلة جبت لك، فرض ومستحب ومباح، تذكر هذا؟ شو بقى إلى محل سؤالك أنت؟ شو مقدار الفائدة؟ مقدار الفائدة تمتع بما أباح الله، كيف؟ لا بما حرم الله، فما فوقه أولى وهو المستحب، وما فوقه أولى وأولى وهو الواجب. هل يجبك أنت تسأل بدل سؤالك السابق الذي لا محله من الأعراض، أنك تسأل شو الدليل على هذا الكلام؟ هذا السؤال المحرج القيم. الدليل أن نحن نرى أن الرسول عليه السلام أباح للسيدة عائشة أن تتمتع بلعبها، أعرف هذا لابد. هاي عرض علي هذا مستحب؟ ما بالك مو مستحب، ممكن يكون مستحب، مباح حتما، لكن مستحب أعلى درجة. لما رأينا الرسول عليه السلام أباح لها اللعب من جهة، ورأينا في حديث ربيع بنت معوذ في صحيح مسلم أنهم كانوا يخونون صبيانهم في قوم عاشوراء، وكانوا يلهونهم باللعب من العيون في القطن عن الطعام والشراب حتى يأتي وقت الإفطار. إذا يجوز تعاطي مثل هذه الصور ما دام فيها فائدة، ولو هذه فائدة زهيدة، يعني مش ضروري تكون واجبة يعني، شايف؟ لهذا أنا بقول أنه يجوز استعمال التلفزيون حينما لا يكون في استعمال ارتكاب محرمات، ولو أنه فيه صور
لأنه الصور التي فيها منفعة للناس قد أضاعها أكثر الحكيم. وهذا ينتهي جواب يعني السؤال. طيب ما يجوا الجماعة اللي بدون يصلوا؟ الآن يعني معناته الصور يعني مثل محاضرات دينية دينية أو أشياء عن الطبيعة بجموع من الحيوانات كونه جائز نشوفها جائز نصورها يعني لا 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 يكون في فائدة لا تحصل إلا بها إلا بالصور. نعم.